في مثل هذه الأيام قبل 5 أعوام غامرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتاريخها ومستقبلها السياسي، إذ قررت عالمة الكيمياء السابقة قرارا تاريخيا لم يتجرأ عليه أحد من قبلها، وهو فتح بلادها أمام ملايين اللاجئين الفارين من الحروب في الشرق الأوسط. هاجمت ألمانيا وقتها وماجت ضد قرار ميركل، وتصدت الأحزاب اليمينية الألمانية لمنعها. لم يتوقف الأمر على الداخل الألماني، بل أعلن رؤساء دول أوروبية تحديهم لقرار مستشارة ألمانيا، وأعلنوا رفضهم لسياسة ميركل بالحدود المفتوحة، وهدد بعضهم بالانسحاب من الاتحاد. وصف السياسي البريطاني نايجيل فاراج قرار ميركل بأنه أسوأ قرار اتخذه قائد أوروبي حديث، واعتبر أن ميركل انتهت من الحياة السياسية الأوروبية والألمانية بسبب قرارها هذا. حتى الرئيس الأمريكي ترامب علق على قرار ميركل واعتبره قرارا كارثيا على ألمانيا. وبرغم كل تلك المواقف، خرجت ميركل بمؤتمر صحفي شهير عام 2015 وقالت لشعبها: سنتدبر الأمر. وأضافت المستشارة قائلة: ألمانيا دولة قوية، ولا تخافوا من استيعاب الفارين من الحرب. استغلت ميركل قوة اقتصاد بلادها ونفوذها السياسي، وفرضت على كل دول الاتحاد استقبال اللاجئين. وجد حزب البديل اليميني المتطرف قرار ميركل فرصة لإنهائها من الحياة السياسية الداخلية، وراح يحرض الناخبين الألمان على مستشارتهم قائلا: إن ألمانيا ستغرق بالجريمة والإرهاب. واجهت ميركل في تلك الأيام أوقات عصيبة، وانخفضت نسبة تأييدها لمستويات قياسية، لكنها تابعت بقرارها ولم تتراجع، واستقبلت بلادها ما يقارب 2 مليون لاجئ. اليوم وبعد 5 سنوات على قرار ميركل، هل ندمت المستشارة على ما فعلت؟ جريدة الجارديان البريطانية حاولت الإجابة عن هذا السؤال بتقرير نشرته، وبينت الصحيفة ما فعله القادمون الجدد إلى ألمانيا، إذ استطاع الآلاف منهم إتقان اللغة الألمانية بسرعة كبيرة، حيث التحقوا بالجامعات، بينما انضم آخرون فورا إلى سوق العمل بالبلاد وبدأوا الانتظام بدفع الضرائب. وتشير إحصائيات منظمة مالتيزر المتخصصة بإغاثة اللاجئين أن القادمين الجدد من بلدان الشرق الأوسط يحققون نتائج مدهشة في سوق العمل، وانتظم 312,000 منهم بوظائف ثابتة وبدأوا بدفع تأميناتهم والضرائب على دخولهم، وهي نسبة مرتفعة ومشجعة تقارب على 25% من مجموع اللاجئين الواصلين. أما فيما يتعلق بالجريمة التي حذر منها اليمينيون، فقد أثبتت الأرقام تراجع معدلات الجريمة بالبلاد. فبعد أن كانت تسجل ألمانيا 6 ملايين جنح عام 2009، انخفضت إلى 5.5 ملايين عام 2018. لم يزد نسبة مرتكبيها من الأجانب عموما عن 30% فقط، والباقي كانوا مواطنين ألمان. أما على مستوى الهجمات الإرهابية، فقد شهدت البلاد آخر هجمة بعام 2017، لتبدأ ثقة المواطن الألماني تعود بالمستشارة ميركل مجددا وتبدأ بالصعود. ووصلت هذه الثقة ذروتها مع إدارة ميركل لأزمة كورونا، إذ استطاعت عالمة الكيمياء العبور ببلادها إلى بر الأمان حتى هذه اللحظة. ومع ذلك لازال خصوم ميركل يتهمونها بأسلمة أوروبا وبإيذاء الاقتصاد الألماني، ولم يتراجعوا. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن ميركل تغلبت على خصومها وأثبتت صحة قرارها؟ إيكو عربي.